مرحبا بكم أيها الأصدقاء. كنا نعرف أحد الأشخاص الذي زعم بأن النمل يمكنه أن يسافر أو يحرق مثلا من هنا من المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سلسلة يمكنه أن يعني متماسك. كنا نعتبر ذلك ضربا من الجنون، إلا أن مع مرور الوقت تبين أن ذلك الأمر فعلا حقيقة. يمكن للنمل أن يقطع ما بين قارة وقارة مشكلا سلسلة. الذي جعل القناة تتذكر هذا وتشير إليه هو انظر عندما تجمع النمل في كأس الماء هذا، انظر كيف يعتمدون على أنفسهم لكي يبقوا أحياء. يتجمعون ويمسكون بعضهم البعض ويصعد بعضهم فوق بعض حتى لا يغرق. وفعلا وجد أن يمكن للنمل أن يسافر من قارة إلى قارة أو من بلد إلى بلد عبر الماء، وذلك بتشكيل سلسلة. سأحاول أن أقربه هنا لكي تروا كيف أن النمل بعضه فوق بعض. ربما لم أحسن التصوير، هو بعضه فوق بعض. سأرى من هنا لا يظهر من خلال الكأس. ربما لا يبدو هذا من الهاتف جيدا، لكن أنا أمام ناظري يبدو النمل كأنه هرم بعضه فوق بعض هكذا. تكبير هكذا مثلا حتى لا يغرق. فيا سبحان الله وما شاء الله الذي ألهمها هذه الغريزة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إلى اللقاء أيها الأصدقاء الأكارم مرة أخرى إن شاء الله تعالى.